السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحبوا وحيا. حياكم الله من القاع. أهلا ومرحبا بالأخوان اللي من خارج قبائل خولان. اللي حضروا من قحطان أو من قبائل عسير أو من شهران أو من مختلف القبائل. نرحب بكم باسم سالم ابن جابر ابن متعب المورقي التليدي، وباسم كافة آل تليدن، وباسم قبائل ميهانية، وباسم فارودن، وبأسماء خولان بن عامر الحاضرين كله، حبوا أن يأخذون لكم ترحيبة بسيطة شعبية متواضعة ابتهاجا بقدومكم إلينا وتشريف مناسبتنا وتشريف حفلنا. أنا أخدم من رجال في الكلام ولا آل تليدن وسالم جابر أهم المضيفين والحنسة أضيافة، ولكن تشريفا لكم يا اللي من خارجي خولان حبوا أبناء قبائل خولان الحاضرين أن يأخذوا لكم هذه الترحيبة. اعذرونا في كلمة في نشيدة في اختلاف معنى، والله العظيم أن حضوركم زادنا شرفا وزاد فرحتنا بهجة وسرورا، وقدومكم إلينا هو تاج فخر لكل رجل من أبناء خولان على راسه. فأهلا ومسهلا ومرحبا. الثانية باسم الخارجين من أبناء قبائل آل تليد الحاضرين من قبائل خولان بن عامر فرودين ويهنوين يطرحون جاه من حشم، ونترك جاه الله على جنب في غداي بكرة انشم تشرفونا وتكرمونا في نفس المكان وسلام اسشم. الله يغنيكم ويغانيكم ويرحم والديكم، انتم وافين يا قبائل خولان. ما عليكم سلام. وكما قالوا العراف من عزم اكرم، نقول نحن في وجه الله منكم حضرنا مناسبه ومشاركه ومقابلتكم هي كل شيء وهي الوفاء. والله يغنيكم ويغانيكم، والله ما يكتب لنا شيء، وكفيتم صدقكم وافي وقصيدكم وافي، والله لا يهينكم.